السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي الكرام متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف أتطرق إلى تقديم برنامج دورة تعليم الكهرباء الصناعية. إذا يعني كاين بزاف المتتبعين اللي طلبونا يعني عمل هذه الدورة، كي درنا دورة تعليم الكهرباء المنازل والكهرباء أو الكهرباء المعمارية. يعني كاين بزاف المتتبعين اللي طلبونا عمل هذه الدوره، يعني قالوا لي اذا ممكن يعني ديرنا الدوره على تعليم الكهرباء الصناعيه. اذا ان شاء الله ان شاء الله يوفقني ربي باش نوصلكم هذه الرساله او هذا الميساج يعني في هذه الدوره التي يعني تبدا ان شاء الله غدا اذا كتب ربي ان شاء الله واذا عندنا يعني وقت. اذا نعطيكم برنامج هذه الدوره، يعني واش كاين يعني واش نقدروا نقدموها في هذه الدورة، يعني اللي يحب يعني يتعلم في هذه الدورة يعني يشوف الأشياء. يعني هذه الدورة إن شاء الله تخص المبتدئين وأيضا من يعني اللي بداوا عمل الخاص بهم في الكهرباء إن شاء الله يستفدوا من هذه الدورة إن شاء الله. يعني أول ما نبدأ يعني في برنامج يعني نطلب من المتتبعين اللي يحب يعني يبدأ يتبع هذه الدورة يعني باش يستفد يعني في هذه الدورة. نطلب منكم تبعوا جميع حلقات أو جميع الفيديوهات وجميع الفيديوهات يعني اللي تبعت يعني مثلا الفيديو تبدأها من يعني أول ثانية إلى آخر ثانية لكي يعني تستفد من جميع المعلومات، لان يعني كي نبدا كي ندير الفيديو نمد جميع المعلومات بالترتيب وبمختصر ايضا. يعني ندير هذه الدورات باختصار، يعني تقدر تقرا انت 6 شهور ولا 7 شهور، يعني انت تستفد من خلال هذه السويعات القليله اللي تشوفهم في اليوتيوب. اذا بدون اطاله نبداو نمدو يعني برنامج الدوره. يقدر يكونوا يعني نقدروا نضيفوا بعض الفيديوهات لهذا، يعني اذا طلبونا بعض المتتبعين بلاك نسيناهم بلاك يعني في هذه الدوره ان شاء الله نضيفهم. اذا يعني نضمن لكم اذا تبعتوا هذه الدوره يعني كي تخلصوا هذه الدوره تقدروا يعني تروحوا ديروا توصيلات يعني او يعني تقدروا تكبلوا لي زرموار الكتريك او علب على باليش كيفاش يسمحوا لي برك ما على باليش كيفاش يسميو لهم باللغه العربيه، لانني قريت هذا المجال باللغه الفرنسيه. فبالتالي ندير مجهود كبير كبير يعني باش نوصل لكم هذه الرساله فيما يخص الكهرباء. اذا يعني من فضلكم تبعوا برك بالعقل الفيديوهات الخاصه بنا، وايضا طلبوا منكم هذا الطلب لانني كي ندير الفيديو ندير مجهود كبير باش ندير لكم هذه الفيديوهات، فبالتالي انشرهم لكي يستفيد يعني جميع اللي يحتاجهم هذه الفيديوهات سواء مبتدئ او يكون كهربائي بالك حبس يعني الكهرباء عفوا الخدمه تاعو ولا باش يتفكر ويعني يستفد من هذه الفيديوهات. اذا بدون اطاله نبداو لكم برنامج يعني او فيديوهات او عناوين الفيديوهات اللي يجيو من خلال هذه الدورة. اذا اول شيء يعني في الدورة نبداو مبدأ عمل الكونتاكتور، يعني فهم يعني الكونتاكتور كيفاش يمشي كيفاش نوصلوها مع الدار، يعني نفهموا ايضا تماساتها او الكونتاكت الخاص بها، هذا مفتوح هذا مغلوق الى اخره، يعني نفهموا الكونتاكتور بالطريقه الصحيحه. لازم تتبعوا جميع الفيديوهات كي نقول عفوا الكونتاكتور لازم تتبعوا الكونتاكتور، كي نقول يعني اي شيء نذكروا من خلال هذا الفيديو لازم تتبعوها باش يعني تستفدوا من اخر هذا الفيديوهات، يعني كي توصلوا في نهايه هذا يعني الدوره تفهموا يعني تقدروا تكونوا يعني تكونوا يعني مهيئين باش يعني تخدموا. يعني قلنا اولا يعني مبدا عمل الكونتاكتور، يعني شرح الكونتاكتور بصفه عامه ويعني كيفاش نشرحوا له الكونتاكت تاعو كيفاش يعملوه اكسيتيرا. دونك الحلقه الثانيه او الفيديو الثاني من هذه الدوره مبدا عمل او يعني الحاكمه الزمنيه او لي تمبوريزاتور او باللغه الانجليزيه يعني التايمر او التايمر ريلي، يعني نفهموا التماسات تاعو كيفاش كي نبرونشيو هذا يعني الرولي
كيفاش يعني يرياجيو، يعني كيفاش يخدموا هذا يعني التلمسات الخاصة به، ويعني تكلموا على الدورة تاعو في الدوائر التحكم. إذا الحلقة الثالثة أول فيديو رقم 3 من هذه الدورة نتكلموا أيضا على مبدأ عمل حاكمات زيادة الحمولة أو حاكمات حماية زيادة الحمولة، يعني overload باللغة الإنجليزية، أو عفوا الرولي ديرميك باللغة الفرنسية. يعني ايضا تكلموا على التماسات تاعو سواء الاستطاعه او التحكم، وتكلموا على يعني الدور تاعو في الدوائر الكهربائيه ان شاء الله. اذا يعني هذا الفيديو الثالث. الفيديو الرابع او الحلقه الرابعه من هذه الدوره تكلموا على مبدا عمل مفتاح نهايه الشوط ومفاتيح الضغط، يعني نتكلموا على الفانت كورس و لي بوتون بوسوار، يعني لازم تفهموا لي كونتاكت تاعهم كيفاش يعني يعملوا يعني او يعني مبدا عملهم. يعني مثلا كي نضغط على البوتون بوسوار كيفاش يرياجي، يعني الفانت كورس ايضا كيفاش يتمونطا في يعني او كيفاش يتوصل مع الدوائر الكهربائيه يعني وحده برك، ومفتاح ايضا الضغط وحده برك. نشوفوا كيفاش يعني مبادئ عملهم في الدوائر الكهربائية. إذا يعني لهنا تكلمنا على فيديو الرابع. الآن تكلموا على فيديو الخامس أو الحلقة الخامسة من هذه الدورة. إذا طريقة الرسم، رسم جدي بها يعني طريقة الرسم وقراءة مخططات الكهربائية الصناعية، يعني تكلموا على طريقة كيفاش ترسم يعني مخطط التحكم ومخطط الاستطاعة، وكيفاش نقراهم أيضا، يعني كيفاش نركز على الرموز إلى آخره. إذا هذه هي الحلقة الخامسة. الآن وصلنا يعني كي قرينا جميع هذه الأشياء، يعني وصلنا نقدروا نديروا يعني نوصلوا مثلا نديروا الدارة الكهربائية الأولى، الدارة الكهربائية الصناعية بيان سور، الإقلاع بالتوصيل المباشر يعني الديماراج ديريكت. كيفاش يعني هذه تكون الحلقة السادسة، كيفاش نديروا يعني من خلال هذه الحلقة يعني تستعمل الكونتاكتور وتستعمل لي بوتون بوسوار وتستعمل الاوفرلود في جميع يعني جميع هذه الأجهزة في دارة واحدة. يعني الحلقة السابعة الإقلاع بالتوصيل المباشر مع عكس جهة الدوران، يعني مثلا عندي عكس جهة الدوران، مثلا عندي لاغيري أو رافعة كي يسميولها باللغة العربية رافعة أو لاغيري باللغة الفرنسية، يعني مثلا ترفد أشياء وترجع هذا الكابل، أو يعني الطابيرولون اللي نلقاهم في المصانع يعني يدي البرودوي ويرجعوه إلى آخره، يعني سواء يمشي هذا المحرك إلى اليمين أو اليسار أو إذا يعني بهذا الشكل. يعني هذه الحلقة السابعة من هذا الدورة. الآن الحلقة الثامنة، يعني الحلقة الثامنة الإقلاع بتوصيل ستارت دلتا أو إتوال تريانجل أو نجمي مثلثي، يعني استعملوا المحرك يعني لتخفيض تيار البدء للمحرك، استعملوا الإقلاع بتوصيل ستارت دلتا أو النجمي مثلثي. الحلقة التاسعة طريقة فرملة المحرك يعني الفريناج، كيفاش الفرينيو المحرك، يعني كاين بزاف المحركات يعني في مثلا المصانع، نحب مثلا يديرني مثلا العلبة توصل إلى مكان مثلا يحبس هذا المحرك ما يزيدش يدير يعني دورات يعني زيادة. شوفوا طريقة يعني فرملة هذا المحرك. أيضا الإقلاع باستخدام المقاومات أو لو ديماراج بار إليمناسيون دو ريزيستانس سواء ستاتوريك أو روتوريك، يعني يكون دارة واحدة. إحنا برك يعني شوفوا دارات التحكم الخاصة بهذا يعني الإقلاع. ايضا نشوفوا الاقلاع باستخدام المحول، يعني كما راكم تعرفوا كامل كاين لو ديماراج بار يعني اوتو ترانسفورماتور باللغه الفرنسيه. طريقه توصيل جهاز الحمايه من النقص وزياده
يعني وتغيير الاطوار، يعني لو رولي دفاس. نشوفوا يعني من خلال هذه التوصيله، يعني تعرفوا طريقه، يعني رغم اننا بداناهم هذه الحلقات مثلا هذه التوصيلات يعني جهاز حمايه او لو رولي دفاس، يعني هذه الحلقه يعني مهمه جدا جدا بالنسبه للكهربائيين اللي يروحوا يخدموا في يعني المصانع. يعني ايضا الحلقه 13 وتكون حلقه اخيره من هذه الدوره، يعني قلت لكم ربما نضيف يعني فيديوهات واحد اخرين او حلقات واحد اخرين، نشوفوا طريقه توصيل جهاز المستوى السائل يعني لورولي النيفو. مثلا هبط النيفو تاع الماء يحبس المحرك، مثلا طلع هبط النيفو مثلا لازم يتعمر الخزان، فبالتالي نستعملو هذا الرولي لكي يعني مثلا ينوضني المضخة تاعي باش يعني يتعمر الخزان واحد اخر، او مثلا يعني طلع النيفو تاع الخزان يعني الى مستوى الاعلى باش تحبس لي هذا المضخة. يعني استعملوا هذا الجهاز لكي يعني يعمل هذا يعني هذا استدير يحبس لي هذا المضخة. اذا يعني ان شاء الله يوفقني ربي نديروا هذه الحلقات ونوصل لكم الميساج يعني بالطريقه الصحيحه. اذا عندكم طلبات واحد اخرين ديروهم تحت هذا الفيديو، وايضا اذا يعني في بعض الفيديوهات نقول بعض الاشياء باللغه الفرنسيه من فضلكم، اذا كاين بعض الاعضاء يعني شافوا يعني يقدروا يشرحوا هذه الاشياء انا كلمتهم باللغه الفرنسيه مثلا ما عرفتهمش باللغه العربيه، انتما تردويهم باش يستفدوا اللي ما يعرفوش هذه اللغه الفرنسيه لكي يعني يستفد الجميع، نتعاونوا كامل باش نوصلوا هذه الرساله الى جميع يعني اعضاء اللي مازال ما يعرفوش هذا المجال. اذا الى هذا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ان شاء الله غدا نبداو هذه الدوره، ان شاء الله يوفقنا ربي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى الحلقه القادمه.